جيانس فيتفاتزيديس اليوناني، عبد الله البريسي، روبرت الكسندر، ويوكي كوباياشي الياباني، هي خيارات المدرب الفرنسي. بالنسبة لنادي الخور فريدريك هانتز، بدأت المباراة وانطلقت بصافرة سعود العذبة اللي يدير هذا اللقاء. تحكي الأهلي في المواسم الثلاثة سجل 18 هدف. اللاعب اليوناني صاحب المحاولة الأولى للخور عدة مرات، يملك كرة مجددا هو نفسه جانس بقدمه اليسرى، مرور ممتاز، اختراق، نقلة أمامية الآن حاضرة إلى البرازيلي الآخر جماله، عرضية خطيرة للخور هلول. بالنسبة للخريطيات، بالتالي ربما نشاهد أن الخور حتى اللحظة غير قادر على أن يبني بأريحية. الخريطيات يضغط من الأمام، لكن هنا الانطلاقة مجددا للخور. أنس الفاضل ينقل إلى هلال في الطرف الأيسر، يملك كرة هلال إلى أنس في وسط الميدان، أنس إلى هلال مجددا في الجبهة اليسرى. يا سلام يا سلام على المرور، كرة خطيرة الآن، خطيرة للخور، تنقل عرضية والدفاع والدفاع، لكن ما زالت للخور. أنس الفاضل يملك كرته إلى مصعب عبد المجيد في الطرف الأيمن، مصعب بلمسة في المساحة باتجاه أنس الذي طلب الكرة لكن الطويل، يملك كرة في الطرف الأيمن إلى مصعب عبد المجيد، لمسة أمامية أنس الفاضل، ممتاز اللمسة من أنس باتجاه جانس، جانس تقدم توغل، خطيرة 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 للخور. لبابا جبريل تنقل الكرة أمامية، بطلاقة خطيرة للخور، العرضية الخطورة ما زالت هلال، هلال قد يسدد هلال. لكل الأندية سواء تلك التي تسعى للقب أو التي تسعى للمقعد الآسيوي أو التي تسعى للمربع أو التي تبحث عن البقاء، كلها لن تكون المهمة سهلة. جانس ينطلق، جانس يتقدم، الله 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 الله، هجمة هنا وهجمة هناك، فرصة هنا وأخرى هناك، هدف هنا وآخر هناك، وندية وإثارة تستمر بين الفريقين، وما زلنا تماما نجهل أين تذهب هذه المباراة، هذا اللقاء. انطلاقة وارتدادة أخرى لجانس، جانس جانس إلى ليوناردو، ليوناردو في الطرف الأيمن، البرازيلي يسدد كورة مرت وأبعدت. ممكن هذه المرة، لكن خلى الكرة قطعت مجددا. هلال 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 تعود في الخط الخلفي، لمسة من الجبهة اليمنى، إيفان منسا عمر ساكو إلى عبد المجيد عناد، عبد المجيد نقلة ممتازة، حلوة 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 حلوة، كرة خطيرة للكرة، يغرد وحيدا وهو على السد، ما فعله السد في الجولة الأربعة 4-2 6 أهداف ليست هي الحصيلة الأعلى في الجولة، الحصيلة الأعلى مباراة طبعا. تعود الكرة بلمسة من الطرف الأيمن، منسا منسا يتقدم، إيفان في الجبهة اليمنى للخريطيات، محاولة المرور الآن من الجبهة اليسرى، إيفان لما يروح للكرة رأسية فهو يروح لها باتجاه مستقيم، بينما المدافع عليه أن يبعد إلى الخارج إلى عكس اتجاه جسمه، وهذه تعطي أفضلية للمهاجم، يعني جانب من النقاط الفنية لتنفيذ هكذا كرات ثابتة أو لاختيار الطريقة التي يدافع بها الفريق عند تنفيذ الكرات الثابتة. هناك طبعا الطريقة الثانية، لكن محمد سعد بانطلاقة للإخريطيات، هاتو خذ عبد المجيد عناد، يقل كرة الرشيد تيبركاني، الرشيد يحاول، رشيد يسدد، تسقط بالدفاع، تعود عبد المجيد عناد مجددا، يستمر الخريطيات في الهجوم، محمود سعد بباطن القدم ينقل كرة ساقطة عرضية في المنطقة مبعدة، الخريطيات يفرض حصار الآن على الخور، يفرض حصار، الكرة ما زالت بهجوم يستمر للخريطيات بعرضية هذه المرة معه باتجاهه، لكنه حافظ على الكرة، تغير الاتجاه ونقل الكرة في المكان السليم دون أن يفقدها، كرة بلمسة محمد عثمان لمصلحة الخريطيات، يلعب كرة في الطرف الأيمن تصل إلى إيفانز، منسا منسا يتقدم، إيفانز يعيد في الخط الخلفي لمصلحة الخور مجددا أو الخريطيات، منسا منسا يتقدم، يعيد كرة إلى محمد عثمان، محمد عثمان يحاول في الطرف الأيمن، يضع كرة لعبد الرحمن، عبد الرحمن بعرضية الخريطيات، منقول الكرة
من الجبهة اليمنى، ترسل أمامية حاضرة إلى مينسا، إيفانز، إيفون مرة وعدت تصل لمصلحة الحاج محمد في الوسط. كومو لعبة أمامية باتجاه رشيد تيبر كنين وروبن، كرة بلمسة أمامية حاضرة ممتازة، عبد المجيد داخل في العمق لكنها مقطوعة، وقبل ذلك أيضا خطأ لمصلحة الخريطيات. الكرة الثابتة تنفذ بشكل قصير، محمد عثمان يا لها من تسديدة، هوبا هوبا الله، محمد عثمان بشكل مثالي النجم السوري يسجل ثاني أهدافه الشخصية مع الخريطيات في الموسم الحالي. محمد عثمان ثاني أهدافه الشخصية، وبالتالي يعني اللاعب يقدم نفسه. الحاج محمد، عمر ساكو، محمد عثمان، رشيد تيبر كنين، محمود سعد، عبد الرحمن محمد، دانيال كومو، بيزمان منتظري، عبد المجيد عناد، ومنصر إيفان. وكرة عدم الانتصار، كثرة التعادلات أضرت به كثيرا، يبحث عن انتصار الأول. عندنا طبعا الذي لم يخسر هو السد، والذي لم يتعادل الأهلي، الرافة، الدحيل، وقطر، والخريطيات، الخريطيات من الأندية التي لم تتعود. دليت أمامية مقطوعة للخريطيات، محمود سعد يعطي الكرة أمامية، رشيد يضعها لمحمد عثمان، محمد في المساحة يمرر الكرة لكن أيضا لا تصل إلى رشيد، مقطوعة عدل في واحدة أمام السلية، والانتصار كان على أم صلال. بالتالي يعني بداية الموسم الماضي أفضل على مستوى النقاط من الموسم الحالي. من الجبهة اليسرى هلال إلى أحمد المهندي، يقطع إيفانس، ممتاز ممتاز، وعلى مستوى أداء الأدوار الدفاعية للأمانة من صاح إيفانس ممتاز، لاعب الخريطيات الصغير 22 عام فقط، لمسة هاتف بشكل ممتاز، ما زالت الكرة في الميدان. إيفانز يتقدم أمام المساحة وهو لاعب سريع، يجيد في المساحة، يتقدم إيفانز، يختلف في العمق، ينقل الكرة إلى عبد المجيد، عبد المجيد لرشيد، خطيرة للخريطيات، رشيد رشيد رشيد، راعت موجودة في دكة البدلاء المهدي محمد ومحمد سلام، وكلاهما مدافعين، هو لا يريد مدافعين، لا يريد مدافعين. كرة في لمسة، رشيد 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 رشيد، الله 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 الله، رشيد.